ما إذا المستديرة اللي كنضمها اليوم هي داخلة في سياق واحد سلسلة من اللقاءات اللي قمنا بها من 2022 إلى اليوم لتفكير ولمعرفة ما يجعل اليوم الحركة التقدمية واليسار يتراجع لأننا كنعرفوا أن الحركة التقدمية كان عندها حضور كبير في السبعينات في الثمانينات في التسعينات إلى حدود حكومة التناوب مع المرحوم عبد الرحمن اليوسفي. اليوم منذ هاد بداية القرن 21 كنلاحظوا أن الحركة التقدمية بصفة عامة ما بقاتش عندها الحضور المؤسساتي الكبير. الحضور ديالها هو موسمي في فترات الانتخابية، أي ما بقاش عندها، وهذا الشيء اللي جعلها أنها ما بقاتش مرتبطة أيضا أو لا ذاك الارتباط اللي كان عندها مع المواطنات مع المواطنين ومع تطلعات ديالهم، ما بقاش بنفس الحدة اللي كان من 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 قبل. فممكن ان اليوم من الضروري إعادة نظر في المشروع المجتمعي اللي كتقدمه الحركة التقدمية، إعادة النظر أولا تنظيميا حتى في الفكر وعلى المستوى الفكري ديال محاولة توحيد الفكر اليساري والتقدمي، لأن اليوم مشتت كنشوفوا أن كاين عدة نقولوا أحزاب إلى آخره. يمكن الآن من الضروري نشتغلوا على وحدة الفكر وأيضا على وحدة المقترحات. هذا الشيء اللي اليوم بغينا نناقشه في هذه المائدة المستديرة، التحدي بناء مشروع المجتمعي الغد عن طريق جلسة استماع إلى كل الحساسيات التي تشكل الحقل التقدمي في المغرب. أستاذة، واش توقفتوا بعد على الأسباب ديال التراجع؟ طبعا المائدة المستديرة الثانية كانت حول هذا التشخيص. الأسباب متعددة منها تشتيت ديال الحركة التقدمية ما بقاتش موحدة، منها الابتعاد سياسيا في الخط السياسي على ما هي مع تطلعات المواطنات والمواطنين، وممكن ان الخطاب ديال الحركة التقدمية اللي كان عنده واحد النوع من انه منفرد الآن أصبح تقريبا جميع الأحزاب تتكلم بنفس فمن هذا كنظن هما الأسباب اللي كيجعلوا أننا خصنا نفكروا. وكاين تحدي كبير لتجديد الخطاب، تجديد الخطاب اللي يواكب العصر، يواكب تطلعات الشباب المغربي اللي تغيرت، واللي يواكب أيضا الفكر على المستوى العالمي ديال الحركة اليسار والحركة التقدمية على المستوى الدولي. نعم، في رأيكم أستاذ واش كاين هناك أمل باش يعود اليسار بالشكل القوي اللي كان عليه قبل؟ هو كل ما كانش الأمل ما نديروش كاع المنتدى وما نفكروش. طبعا دائما في السياسة كتكون لحظات ومحطات ديال الردة، وكتكون محطات ديال أن الواحد كيكون في واحد ديزون ان اكسبيريونس كروسانت اكسبونونسيال. فكنعتبروا داخل المنتدى ان كاين احزاب اللي على مستوى الدولي لما كتاخذ تجارب كثيره، كاين احزاب اللي كانت اندثرت تقريبا وحاولت استرجعت النفس ديالها ومشات للامام. فالتفاؤل طبعا دائما احنا متفائلين في هذا الشيء. في هذا اللقاء هذا مع منتدى الفكر والمواطنه اللي داخل في مجموعه ديال الحلقات ديال هاد الندوات هذه، من اجل انهم يجمعوا مجموعه ديال المفكرين والسياسيين باش يفكروا مجموعين، من اجل اننا نحاولوا نجمعوا هاد
الشتات ديال اليسار من اجل خلق واحد القطب قوي ديال اليسار، وبطبيعه الحال من اجل تجديد حتى الفكر ديال اليسار، وكيفاش ان يمكن المجموعه من القوى التقدميه انها تجمع مع بعضها وتحاول تفتح هذا النقاش هذا مع بعضها بشكل جدي، وتحاول انها تخلص من هذه الذاتيه اللي تتحكم بعض القاده السياسيين، واللي تيتغافلوا انهم يوضعوا المصلحه ديال المواطنين وديال المجتمع وديال تقدم البلاد هي الاساسيه وهي الاولى. واش كتشوفوا بان هذا الوقت ديال اليسار يعني باش تغيروا بزاف الامور، بزاف ديال التراجعات اللي تعيشها المغرب، واش خص اليسار يقوم من نومته؟ وهو اليسار حاضر بغينا ولا كرهنا، لانه اليسار دائما انا تنقولها الا كان غادي ننسبوا شي حد للتفكير ولا الفكر اليساري، هو اي شخص كيدافع على المصالح ديال المواطنين، وانه كيقدر يناقش ويدافع على المصلحه ديال المواطنين وعلى الحق بشكل عام، سواء الحق في التعليم ولا الحق في الصحه ولا الحق حتى في حريه التعبير الى اخره. فهذا الفكر هذا حاضر بقوه سواء عند الناس اللي كتنتمي لليسار بشكل معلن، او لا اي مواطن كيحمل هذا التفكير هذا، فما يمكن لنا الا انه نقولوا هذا التفكير هذا اللي كان نعطيه التسميه ديال التفكير يساري، فهو حاضر بشكل قوي. اللي خاص وهو كيف يمكننا ناطروا واننا نعطيو هذه الصوره اللي ديال اليسار وديال المبادئ وديال الاخلاق اللي كيدافع عليها، كيفاش يمكننا اننا نرجعوا هذه الصوره هذه لليسار عند المواطنين بشكل قوي، وكيفاش اننا يمكننا فعلا نديروا واحد المشروع مجتمعي اللي كيجاوب على الحاجيات ديال المواطنين.